عم اندهلك خلي صوتك يضوي علي، انا على الوعد وقلبي ناطر صوتك يغني. كلمة بتذكر كل اللي عم يعني الشعب السوري اليوم، واللي هن نفسهم بدهم يعني يطلعوا برا البلد مشان سلامتي. بحزن وبحس حالي اني عم خون، بحس حالي اني عم خون. هن نفسهم بدهم يعني يطلع، انا عم بحس اني عم خون. بدهم يعني وصل الرسالة من برا. كنت مؤمنة ان الرسالة من جوا مو من برا. صوتها لازم يكون من برا ومن برا لجوا. شي قاسي علي كتير اني اطلع. العادات الاجتماعية والقوانين والأنظمة. كنت دائما أحس أنه الإنسان بعيش بحالة ظلم، ما في عدل أبدا. أنا طفلة كنت أشوف المجازر اللي كانت تحصل بفلسطين مثلا على التلفزيون. كنت أسأل أمي دائما أنه إذا في الله ليش في أطفال عم بتموت بفلسطين. كان عمري 5 سنين لما تسألت هذا السؤال، وبلشت اطلع. دائما هيك كنت اطلع على السماء على سطح بيتنا بصافي دام، وتسأل انه ليش هيك في مثلا شحادين بالشارع، ليش في ناس بتختير وبتموت، ليش في اطفال كمان بتشحد. شو العدل؟ وين العدل؟ وين دائما يعني فكر انه لازم يكون في عدل على الارض. المجد لله في العلا، المجد لله في العلا، المجد لله في العلا، وعلى الارض السلام، وعلى الارض السلام، وفي الناس المسره، وفي الناس المسره. كان عندي حلم، دخلت على المعهد المسرحي، انه المعهد هو او المسرح هو قائد التغيير. المسرح هو بيشوف الحياه برؤيه جديده، المسرح بيعطي رؤى جديده للحياه وقادر على التغيير. كان صدمتي كبيرة إنه وأنا عم بدرس بالمعهد إنه ما عنا ثقافة ولا عنا مسرح، المستوى كتير طحل. بلشت كمان أبحث عن هذا الأمر إنه ليش نحن ما عنا ثقافة. فاكتشفت إنه بالنهاية إنه في نظام معين أو في أنظمة بدها تجهل الإنسان، بدها تخليه متخلف وغير قادر على التفكير، بدها تشله، أو بده ينضم لمنظومة فكرية يعني بتشبه النظام. أمص يم العروبة للغوبة ستوبة، منها بالصعوبة لا من عرف الصعوبة. أبطال واسأل عنه، حمصية واسأل عنه. الحمص استقبلوني الناس استقبال عظيم، حبوني كتير، خافوا علي كتير. من أول لحظة بدون يسفروني برا البلد مشان ما يصير علي شيء، وأنا أصريت ضل، وإنه أنا بيصير عليكم بيصير علي، وأنتم عم تضحوا وما فيكم تمنعوا حدا من التضحية، وأنا كمان بدي ضحي. من خوفهم الشديد كل يوم وكل ثانية فدوى طلعي برا البلد، أرجوكي نحن بحاجتك وبرا بتقدري تعملنا أكتر. خافوا علي جدا جدا، حتى إنه طلعوني برا حمص لما نستشعروا انه ممكن يصير في ضربة. تخيلي هذا الشيء ما بنساه.
وكانت من سمت نفسها بالممثلة السورية فدوى سليمان قد خرجت على فضائيات الدم لتتحدث عن ما زعمت من حي البياضة في حمص، وتقول إنها تدعم ما سمتها بالثورة في سوريا. أهل الساحل موقفهم اليوم كتير صعب من أيام حفظ الأسد. حفظ الأسد استغل فقر هاي الطائفة وتعتيره وحاجة للعمل، جند خيرة شباب أهل الساحل بالجيش، وعلى أساس أنه الجيش هو لحماية الوطن لحماية أراضينا من أي اعتداء. وبما أنه قام بمجزرة حما بتهويل ما حصل بحما وبمجزرة البشعة اللي قام فيها بحما، زرع بنفوس أهل الساحل إنه السنة بدهم يجوا يأكلوكم أو يذبحوكم أو إن نحن أقلية، زرع بنفوسهم إنه أنا لو ما وجودي كان السنة أجوا ذبحوكم. بلش يعطيهم مد أكتر وسلطة أكبر، ويزرع هذا الشيء بنفوسهم بضمائرهم. يعني مجاري احيا الحمص مجاري ابعون الله او احرار الامه عاني حاميها الله، ابعون الله الناصر آتي بعون الله او احرار الامه عاني حاميها الله، او ثوار الاسلام يا حارسها الله، او كل الاشراف الحرة معها الله، او ثوار الاسلام يا حارسها الله، او كل الاشراف الحرة معها الله. يا حمص مجاري. تخيل انه نحن فعلا ما كنا بنعرف شيء عن بعضنا. اجمل ما كان بالثورة من وجهة نظري انه عرفنا بعضنا عن قرب. كنا اخذين كلياتنا يمكن صور مغلوطة عن بعض، ما بعرف ليش، اما نحن ما اجتهدنا نعرف عن بعض، او اغراقنا بالهم والالم والحاجة لقمة العيش والظلم والافكار الرديئة عن بعضنا البعض، كانت مغيبتنا عن بعضنا البعض. أنا فوجئت بأهل درعا، وأهل درعا فوجئوا بأهل الساحل، وأهل الساحل فوجئوا بأهل دمشق، وأهل دمشق فوجئوا بأهل حلب، وأهل حلب فوجئوا بأهل حمص. يعني اكتشفنا أنه كلياتنا مش بعض. لا تخافوا، دوره طويل بنوجد، إذا دوري قصير ومتت فكون كون هيك بده، هيك بده الكون، هيك بده الحياة. انتهى دوري هون بهاي اللحظة. بس هذا صعب، يعني صعب لأنه كتير الناس خايفة، كتير خايفين علي، كتير منحبهم لإلي، فخسرت وقعدت تحت رغبتهم، وقعدت تحت إيمانهم فيني ورغبتهم إنه لا يا فدوى نحن بحاجتك، لا تعملي بحالك هيك، يعني ما بدنا إياك تموت. على فكرة إذا ضليت هيك ما حدا رح يعرفني، صح ولا لا؟ لا، شعراتك صاروا معروفين؟ معروفين. يا هيك البوريك يا عم بلا يا العرش. أو بدنا نشيله لبشر وبهمتنا القوية، سوريا بدها حرية، سوريا بدها بلا بشار وبلا ماهر وبلا هالأسرة الغابية، سوريا بلا. هكني. ما رأيكم؟ دام فضلكم.